السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير الصحه والعافيه. اليوم جبت لكم نوري لكم حجره الفك. كاين جوج انواع تاع حجره الفك، تابعوني. النوع الاول اللي تعرفوه كلكم بيضة، والنوع الاخر سوداء. هاي تنعيطوا لها، يعيطوا لها، ماشي انا اللي نعيط لها، يعيطوا لها حجره الفك اليمنيه. هانتوما هادي سوداء وهادي بيضاء. حجره الفك السوداء اللي تمشوا عند العطار، الا مشيتوا عند العطار فرنسا ولا في الدول الاوروبيه ما تلقاوهاش، ولكن الا شريتوها من المغرب، من الجزائر، من تونس، غادي تلقوها عند العطارة. ولكن سولوهم على السوداء، الا قلتوا ليهم حجرة الفك عادية غادي يعطيو ليكم هادي، الا قلتي ليهم حجرة الفك السوداء يجبدوها، خازنينها مخبينها، يبدو ليكم هادي. علاش هادي؟ بحيت هادي لي ناتوريل، هادي ديال الواد، وهادي من اليمن ومن الحج ومن داكشي، ما يبيعوهاش بالساهل. ولكن الا مشيتو عند العطار قلتو له السوداء يجبدها ليكم مخبيها، فهمتوني؟ خذوا هادي، ما تاخذوش هادي. هادي عندها احسن مفعول من البيضة، حجرة الفك. ها انتم راكم تشوفوا فيها، فوالا، يلا الله وليا في راسكم والله يعاونكم. وهذه راه تفسخ مزيان، ولكن الا كانت سوداء سبع ايام. السلام عليكم ونهاركم مبروك.